موازين السعادة. قال الإمام الجواد عليه السلام: كيف يضيع من الله كافله، وكيف ينجو من الله طالبه؟ ومن انقطع إلى غير الله وكله الله إليه، ومن عمل على غير علم ما يفسد أكثر مما يصلح. القصد إلى الله تعالى بالقلوب أبلغ من إتعاب الجوارح بالأعمال. من أطاع هواه أعطى عدوه مناه، من هجر المدارأة قاربه المكروه، ومن لم يعرف الموارد أعيته المصادر، ومن انقاد إلى الطمأنينة قبل الخبرة فقد عرض نفسه للهلكة وللعاقبة المتعبة. من عتب من غير ارتياب أعتب من غير استعتاب. راكب الشهوات لا تستقال له عثرة.